فالنبي صلى الله عليه وسلم يصدر قوله بالقسم حتى لا يتردد الإنسان، فيقول: والله إنك، أي مكة شرفها الله، والله إنك لخير أرض الله، فليس هناك خير من هذه الأرض. يرويه عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة. الحزورة مكان من جهة جياد، وهو الآن داخل المسجد الحرام هذا الموقع، وكان في تلك الفترة خارج المسجد. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه في سننه، والنسائي في الكبرى، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وصححه المحدث الألباني رحمة الله على الجميع. هذا الحديث نص في تقديم هذا المكان على سائر بلاد الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصدر قوله بالقسم حتى لا يتردد الإنسان، فيقول: والله إنك، أي مكة شرفها الله، والله إنك لخير أرض الله، فليس هناك خير من هذه الأرض، وأحب أرض الله إلى الله، فهي أحب البلاد إلى الله جل جلاله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، فكيف لا يكون حبه لما يحبه الله جل جلاله، ونحن كيف لا يكون حبنا لبلد أحبه الله وهي أحب بلد عنده وهو خالق الكون كله، وكذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه هي مكانة هذه البقعة المباركة في قلوب المؤمنين، وهكذا يبنى هذا الحب لهذا البلد ولهذا المسجد ولهذا البيت، هكذا يؤصل، فليست هي عاطفة مجردة، وإنما القضية قضية نص، قضية وحي، قضية قول الله جل جلاله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك النص أفاد الخيرية المطلقة لمكة شرفها الله على سائر بلاد الدنيا، وأفاد بأن أم القرى، وهذه هي أم القرى، أم القرى أحب أرض الله تعالى إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم.